انا معايا على التليفون مهندس ريمون سمير، وهو احد الركاب الناجين من هذه المأساة. اهلا بك يا باشمهندس. اهلا وسهلا بحضرتك. الحمد لله على سلامة حضرتك وربنا يطمنا عليكم. الله يخليك، الله يخليك، متشكر جدا. لو تقول لي بقى، انتوا عرفتوا ازاي ان الطياره دي مختطفه؟ يعني ازاي حصل؟ ايه اللي حصل بالظبط في هذه الساعات الصعبه عندكم؟ هو في العادي الرحله من مطار برج العرب لمطار القاهره بتاخد مش اكتر من 30 دقيقه. بعد كده لما الوقت اذن بالنسبه للرحله ديت بدانا نسال احنا ما نزلناش ليه، وفي نفس الوقت احنا شايفين على المونيتور بتاع الطياره ان احنا بدات الطياره تخرج بره المجال الجوي المصري. نعم. انها متجهه لاحد الدول الخارجيه. فبدا احد افراد طاقم الضيافه يبدا يفهمنا ان الطياره حماته بقى تحت تهديد الخط، وانا بتعامل معاها لانها مخطوفه فعلا. وان في واحد راكب بيهددنا بحزام ناسف موجود في اخر الطياره. قاعد ورا. كان هو المختطف ده في اخر الطياره. بالظبط. وان هو ليه مطالب ان هو ينزل في احد الدول الثلاثه، قبرص او اليونان او تركيا. تمام. وبس هو ده اللي احنا قدرنا. وبعدين لما لقيته بقى الطياره دخلت على البحر المتوسط. مع وجود المعلومه اللي احنا عرفناها من خلال الطاقم ان هو في حد فعلا بيهددنا. فده معناه ان احنا لازم يعني نلتزم لكل القرارات اللي بياخدها الطاقم عشان نحافظ على حياه الناس ونحافظ على سلامه الطياره. دي كانت حكمه غير عاديه، والناس اتصرفوا بمنتهى الحكمه ومنتهى الصبر. برافو عليهم والله. وهل كل الركاب التزموا ولا في حد دخل في ذعره او توتر او كده؟ هو طبيعي يا استاذ خالد ان الناس تبقى مذعوره، يعني حضرتك بتتكلم في حياه بني ادم. طبعا. مش هاخد منك مثلا عربيتك واسيبك في الشارع. طبعا. فدي كان في حاله او اثنين لولا برضك نظام الطياره محترف كان ممكن يادوا ان من كتر حاله الهلع او البانيك اللي هم كان فيها ان هم يصابوا بهارت اتاك. تمام. فده ممكن ان هم كانوا يتوفوا مثلا يفكر حاجه، لكن الحمد لله بسبب الاحترافيه بتاعتهم الدنيا بدات. انتوا نزلتوا ازاي؟ يعني هل هو اتكلم معاكم وانتوا نازلين، ولا انتوا ما شفتوش خالص لحد ما نزلتوا؟ وازاي سمح يعني بنزول الركاب؟ هو الاول يعني اول حاجه من ضمن تعليمات الطاقم ان محدش يحتكي بيه. محدش يفكر ان هو يبص له او يتكلم معاه. تمام. هو موجود في اخر الطياره فما تحكوش بيه، ان انا ما اضمنش الرياكشن بتاعه ايه، ظروفه ممكن يعمل معايا ايه. تمام. اثنين، هو طلب ان الركاب المصريين السيدات والاطفال ينزلوا الاول. وبعد شويه بدا يقول الركاب المصريين والرجاله كمان ينزلوا. وقال لك الركاب اللي معاهم جنسيتين او معاهم او اللي هم اجانب هم اللي موجودين على الطياره. يفضلوا. هم دول موجودين على الطياره. هل انتوا هل هو قال كده ليكوا ولا كل رسايله كانت عبر الطاقم؟ لا، كل رسائله عبر الطاقم. تمام. انت شخصيا ما شفتوش وجها لوجه وانت في الطياره؟ هو كان موجود في اخر الطياره، ممكن يكون لمحته لمده ثانيه او اثنين، لكن يعني في الحاله اللي زي ديت تستحسن تسمع كلام الطاقم اللي هو ادرى بالامور زي دي. والله برافو عليكم، برافو عليكم. ما تفكرش ان احنا نتصرف من دماغنا. لاني ما اضمنش فعلا زي ما قلت لحضرتك التصرف بتاعه ممكن يكون شكله ايه. طيب لما نزلتوا بقى السلطات القبرصيه، يعني ايه اللي حصل؟ حصل اتصالات مع حد؟ كلمتوا اهاليكوا؟ استجوبوكوا في حاجه في قبرص؟ هو ده كاجراء طبيعي ان لازم السلطات القبرصيه تبدا تعمل معانا زي تحقيق عشان تعرف الاحداث اللي حصلت على الطياره ايه. وبعد كده هو سياده السفير مصر في قبرص وجدنا قعد معانا شويه واتكلم معانا وطمنا على سير الاجراءات وطمنا ان الطياره جايه عليها وزير الطيران، معالي وزير الطيران، ان هو هيجي يستقبلنا وياخدنا وينزلنا بالطياره اللي معاه للقاهره، وان الاجراءات على وشك انها قربت تخلص والطياره قربت توصل. وده اللي حصل فعلا. ووصلنا هنا اهو في القاهره الحمد لله على السلامه. هل وزير الطيران اتكلم معاكم في الطياره او حاجه، او يعني قال لكم اي حاجه؟ هو الراجل يعني يشكر ان هو شايف الحاله العامه. الناس مش قادره تتكلم كتير. يعني هو يشكر على وقته وعلى ان هو جه لحد عندنا واتكلم معانا عشان يقدر الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه يا ريمون، الحمد لله على سلامتك. بس بقول لك ايه يا ريمون، اتفضل.
اتفضل. كتير جدا من لسه هعرض الحكايه دي دلوقتي، لانه عدد كبير من انت عارف اخواننا اللي بيحبوا يدخلوا الهزار في الجد على السوشيال ميديا وفيسبوك، قعدوا يقولوا زمانهم فرحانين، زمانهم طايرين وخلصانين من مصر، والحاجات اللي زي دي. شفت اي سخريه من السخريه دي وترد على الناس دي تقول لها ايه؟ هو ارد عليهم اقول لهم ان المصري تملي بنكته. من اصعب المواقف ممكن يخلق يطلع نكت. يطلع نكت ويقدر يسخر الموقف الصعب ليه ان هو يبقى موقف مليان كوميدي علشان يقدر يعدي الموقف ده ويبقى احسن منه كمان. الحمد لله على السلامة يا ريمون، الحمد لله على سلامتك. ألف حمد لله على السلامة. ألف حمد لله على السلامة. الحمد لله ووصولهم سالمين غانمين بفضل الله تعالى.